صابر انت بتعمل ايه؟ مسك السكينه كده ليه؟ لا انا كنت جعان وبدور على حاجه اكلها. اللي عايز ياكل يمسك السكينه كده ولا يدور على الاكل الاول؟ في حاجة او اللي لقيته قدامي. انا هطلع اشوف عز عشان بيعيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 إيه ماله؟ معرفش، أكيد جعان. طب هاتيه طيب وأنت اعملي له رضع. لا أنا عاملة له الرضع من قبل ما أنام. روح يلا، أنت مش كنت جعان وبتدور على أكل؟ روح يلا كل. ما تشغلش بالك، أنا هتصرف. يلا. طيب يلا يا صابر، أنا هأكله. الله. طيب طيب، في ايه؟ احلى في العسل. امك جرى حاجه؟ امك واسفه مراتك. ما توطي صوتك يا جدع انت، جمعنا نايمين فوق. انا بقول لك انت على مراتك. في يا شيخ صابر، فزعتنا. هو ده يصح برضه؟ استنى انت يا احلام، ما تفهمني يا صابر، في ايه؟ كان قصدك ايه يا احلام لما قلت لي ان في عيون في الفنجان مش من صلبك، لازم تخلص منها؟ وجبت الكلام ده منين؟ أنا ما قصدتش حاجة، أنا قلت اللي قريته في الفنجان. يو يعني أنت مصحينا من النوم يا صابر عشان زفت الفنجان دي؟ أنت بتصدق التخاريف دي؟ دي بتتسلى، دي بتقول أي كلام. لا مش بتقول أي كلام، دي عارفة بتعمل كويس. بس أنا عايز أقول لك على حاجة يا أحلام، اللي بيستمد قوته من الله سبحانه وتعالى محدش بيقدر عليه.